الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر الأكاجو. في هذا الفيديو سأقدم وصفتين بحول الله تعالى. أول وصفة ستكون بالحناء لمحبات الحناء، وثاني وصفة ستكون بدون حناء لمن لا ترغب باستخدام الحناء في هذه الصبغة. أول وصفة بالحناء، لدينا ملعقة طعام كبيرة من الحناء. الحناء يفضل أن تكون حناء ورقية وليست الحناء السوداء. طبعا تأكدي من جودة الحناء، خذي حناء خضراء أفضل لصبغ شعرك. الشمندر أو الشوندر أو البنجر السكري نأخذ عصيره، وكذلك أوراق الشمندر لا نرميها، نقوم بغليها في الماء بهذا الشكل، نغليها جيدا لحوالي ربع ساعة حتى نتحصل على هذا اللون بأوراق الشمندر. طبعا الأوراق العلوية للشمندر هذه هي، أو الشوندر أو البنجر السكري. ونحتاج لزيت الزيتون، ويمكن استخدام أي نوع زيت. ونحتاج كذلك للخل، سواء كان الخل الأبيض أو أي نوع خل متوفر عندك في البيت، أو عصير الليمون. طريقة عمل هذه الوصفة، أولا نأخذ الشمندر، يغسل جيدا، القشرة طبعا الخارجية تغسل جيدا لأننا لا نقوم بتقطيع الشمندر، ونقوم ببشره في المبشرة الناعمة من أجل الحصول على عصير الشمندر. إذا كانت متوفرة لديك في البيت عصارة الخضر والفواكه، استخدميها مباشرة من أجل الحصول على عصير الشمندر. إذا كان الشمندر غير متوفر أو سعره غالي عندكم، البديل هو الشاي الأحمر أو عصير أو شاي الكجرات أي الكركديه كبديل لهذا المكون أي الشمندر، أو يمكن استخدام دم الغزال أو حتى أوراق الورد الجوري الأحمر، تكون مجففة ومطحونة على شكل بودرة، نضيفها إلى بودرة الحنة أو حتى الوصفة الثانية. هذه هي البدائل في حالة عدم توفر الشمندر أو غلاء سعره. هذه هي الطريقة البسيطة للحصول على عصير الشمندر. ثم يعصر جيدا بهذه الطريقة. بعد الحصول على عصير الشمندر نأخذ الحناء، لكل ملعقة طعام كبيرة من الحناء نضع ملعقة طعام كبيرة من عصير الشمندر. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. ثم تدريجيا نقوم بإضافة مغلى أوراق الشمندر. ونخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض.
هذه الصبغة تناسب جميع أنواع الشعر ولا تناسب صاحبات اللون ذوات الشعر الأشقر إلا بتكرارها عدة مرات نتحصل على هذا اللون. لمن لديها شيب في الشعر يمكن استخدام هذه الوصفة عادي بشكل عادي جدا. نضيف ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون، أو يمكن استخدام أي نوع زيت متوفر عندك في البيت. نخلط جيدا لاحظي اللون جميل جدا، ثم نضيف ملعقة طعام من الخل. قلت نستخدم أي نوع خل متوفر عندك في البيت، وكذلك يمكن استخدام عصير الليمون. نترك هذه الخلطة إلى أن تتخمر من ساعة إلى ساعتين. نقوم بتغطيتها بالنايلون البلاستيك لتتخمر، وبعدها نقوم بتوزيع الصبغة على الشعر ويكون نظيف بدون أي زيوت أو بدون أي خلطات أخرى. عفواً، يكون الشعر مغسول، بمعنى أن نقوم بغسل الشعر بالشامبو مرة واحدة فقط، نجفف الشعر قليلا، وبعدها نقوم بتوزيع الصبغة على كامل الشعر وعمل تدليك لفروة الرأس حتى تتغلغل المكونات المفيدة في هذه الوصفة. كلها طبيعية آمنة تصلح للحوامل والمرضعات. وهذه الوصفة تبقى على الشعر من الصباح حتى المساء، يمكن المبيت بها إذا كان الجو دافئ في بيتك وليست لك أي أمراض على الرأس، مثلا الشقيقة أو الصداع، يمكن المبيت بها إذا كان الجو قلت دافئ. وبعدها نقوم بغسل الشعر، وأنصح بأن تكون آخر شطفة إذا توفر لديك الشاي الأحمر أو الكركديه لتثبيت اللون، ومن أول استعمال إن شاء الله ستلاحظون الفرق. يمكن تكرار هذه الوصفة إذا لم تتحصلي على النتيجة المرغوبة مرتين في الأسبوع. ننتقل لعمل الوصفة الثانية وهي بدون حناء. لدينا هنا الأرز، نأخذ كمية من الأرز تكفيك لكامل شعرك. نقوم بسلقها في الماء، أي نوع أرز متوفر عندك في البيت نقوم بسلقه جيدا، وبعدها نقوم بطحنه على شكل بيري مثل هذا. والمكون الثاني كذلك لدينا البنجر، عصير البنجر، أو يمكن استبداله بعصير الكركديه أو دم الغزال. قلت الكمية حسب طول وكثافة شعرك. نضيف العصير، عصير الكركديه، عفوا عصير الشمندر، ونقوم بمزج هذه الخلطة بهذا الشكل. لاحظي معي اللون جميل جدا، ونقوم بتوزيعه كذلك على الشعر، يكون نظيف ومغسول من قبل، يوزع من الصباح كذلك حتى المساء، ويمكن كذلك المبيت بها حتى الصباح. هذه الوصفة كذلك صالحة لجميع أنواع الشعر، فقط صاحبات الشعر الأشقر يجب تكرار الوصفة عدة مرات حتى الحصول على هذا اللون. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات. من ترغب بعمل هذه الوصفة بدون حناء يمكنها استخدامها وبكل أمان، ولكن هذه الوصفة تكرر عدة مرات في الأسبوع من مرتين إلى 3 مرات حتى ظهور النتيجة المرغوبة.
هذه الوصفة إذا عملت كمية كبيرة منها يمكنك حفظها في الثلاجة ببرطمان زجاجي معقم مدة أسبوع كامل صالحة الاستخدام. الحنة كذلك صلاحيتها تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق. بالنسبة لصبغة الحنة فوائدها كثيرة للشعر، فهي تعالج لك قشرة الرأس، كذلك هي منتج طبيعي للعناية بالشعر، تعزز لك نمو الشعر وتمنع تساقطه. يمكنك إضافة عدة مكونات لصبغة الحنة، مثلا بودرة الزعتر أو أي مكونات أخرى تناسبك يمكنك إضافتها إلى صبغة الحنة، تحافظ لك على صحة فروة الرأس، كذلك تقوي الشعر لأنها توازن مستويات الحموضة في الشعر، وكذلك هي تزيل الزيوت الزائدة منه وتنشط البصيلات، تزيد لك لمعة شعرك، تكثف الشعر، كذلك هي تحمي الشعر من أشعة الشمس الضارة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.